طيب ده بيخليني ارجع برضو بسؤال للدكتور شريف. احنا في الكواليس كلمتني حضرتك على ازاي يعني رجوع زراعة الحوض، اللي طيب هي ان انا يبقى هو انا حابب بس ان اذكر تحدي المياه يا استاذ اشرف، ده تحدي مهم جدا، واحنا بنحاول بقدر الامكان نوصل معلومات للبوليسي ميكرز صناع القرار، ونوصل معلومات كمان للباحثين، ونوصل معلومات للمواطن المصري عشان يعرف تحديات الدوله بتاعته. ما يبقاش ايه، لما يعرف الارقام ويعرف حجم التحديات وبيعرف يعرف كمان يدرك المجهود اللي ويتعاون مع الدوله بالظبط كده، ويدرك المجهود اللي بتقوم به الدوله فعلا. فتحدي الميه، احنا مثلا الموارد المائيه عندنا احنا يعني حوالي 60 مليار متر مكعب، 55 اساسا المصدر الرئيسي نهر النيل. طيب حوالي 80% من الموارد المائيه بتروح لقطاع الزراعه تقريبا 80%. اذا انا عشان اعمل توفير للميه فانا لازم اتجه للقطاع الزراعي. طيب هل في نظم بتساعد على زياده كفاءه وحده المساحه من الميه وتوفير الميه زراعيه؟ في نظم. طيب هل في برامج ممكن تمشي في هذا الاتجاه؟ في برامج، اولا برامج تربيه المحاصيل لتحمل نقص المياه، ده مهم ان البرامج دي تكون موجوده، وهي في موجوده يعني في دي طبعا بتقع على الشركات نفسها، في اللي هي شركات وزاره الزراعه وزاره الزراعه بتتعاون مع الشركات برضه، وشركات ومؤسسات وجامعات مختلفه وباحثين منفردين في جامعات مختلفه ومراكز بحثيه وناس شغاله، ولكن محتاجين فعلا تعزيز التعاون بين مؤسسات الدوله عشان لم المجهود، لان احنا يعتبر احنا هدفنا واحد، وبالتالي يعني كل مؤسسه هي ترسي في منظومه روس علشان تحرك العجله، ما ينفعش مؤسسه من المؤسسات تنفرد بشغل، لا ده مش هي ما ينفعش خالص، مش هي اعتقد ان مش هيكون مثمر العمل. وبالتالي عندنا برامج التربيه لتحمل نقص الميه، تحمل الحراره، تحمل الجهات البيئيه، الجهات الحيويه، وكمان عندنا كمان الفارمنج سيستم، النظم الزراعيه. النظم الزراعيه ديت، وهاخد من النظم الزراعيه ديت السؤال اللي طرحته، اللي حضرتك طرحته، عودة الدورة الزراعية. إذا كنا بنتكلم عن زيادة كفاءة وحدة مساحة الأرض وزيادة كفاءة وحدة المياه المستخدمة وزيادة استهلاك زيادة كفاءة استخدام الأسمدة ونقص وخفض معدلات استخدام المبيدات والأسمدة، إذا لابد إن احنا نتكلم عن عودة الدورة الزراعية. ولما بنتكلم عن عودة الدورة الزراعية في تحديات للموضوع ده، ولكن تحديات يمكن التغلب عليها، تحديات يمكن التغلب عليها. اكبر التحديات في الدوره الزراعيه لاند فراجمنتيشن، التفتت الحيازي، ان اصبح انا المزارع كان عنده 5 فدادين، بدا ده يورث، بدا ده يورث لحد ما وصل هو عنده 5 جرات، عنده 10 جرات، عندنا حوالي 3.5 مليون حيازه تحت 3.5 مليون حيازه تحت الفدان، وعندنا حوالي 5 مليون حيازه من فدان لحد 5. طب معالجتها تتم ازاي يا دكتور؟ يعني معالجه الموضوع ده يتم ازاي؟ المعالجه طبعا احنا دايما دايما في معالجه اي موضوع دايما بنتكلم عن التوعيه رقم واحد، يعني توعيه المزارع بان عوده الدوره الزراعيه، وفعلا يدرك اهميه عوده الدوره الزراعيه له هو ولاسرته، ده رقم واحد. فالتوعيه رقم اثنين، قرار من الدوله بعوده الدوره الزراعيه بتنظيم قرار ينفذ ويتابع التنفيذ، ده بد من كده. ولكن دراسه عوده الدوره الزراعيه، دراسه التنفيذ بتاعها ازاي، انا شايف ان يكون الدوره الزراعيه كل قريه يتحدد المحاصيل الرئيسيه فيها، ويتم عمل دوره زراعيه في كل قريه، في كل قريه مختلفه عن الثانيه، وتكون طبعا الاولويه لزراعه القمح لان هو طبعا محصول اساسي، وفي عن المحاصيل اللي هي غير اساسيه بالظبط كده يتحدد كده طبعا. وفي الدوره الزراعيه كل مزارع هياخد فرصه واحده، كل مزارع في الدوره الزراعيه هياخد فرصه المزارع الاخر، مش هيكون في عبء على احد المزارعين.